السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، تبارك الله عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير جميعا. اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على واحد الأمر اللي هو مهم ومهم جدا دائما فيما يتعلق بإصلاح المجوهرات. الإصلاح أو لا ملي كتكون عندنا شي مجوهرات وبغينا نزيدو أو ننقصو أو ندخلوا شي تعديلات اللي كيطلب منا الزبون ديالنا. بلا ما غادي نطول عليكم ان شاء الله، اليوم غادي نهضروا على واحد الايزلامينتو تيرميكو. الايزلامينتو تيرميكو هو اللي نقولوا حنايا بالدارجه ديالنا، هو واحد العازل حراري، ياك. بالنسبه للخدمه ديالنا اللي باغي نخدموها حنايا في المجوهرات، العازل اللي خصو يكون عندنا هو ديك العازل اللي غادي يحافظ لنا على الصدور. بحالاش العازل هذا اللي هو كنعملوه في المثال اللي كانوا عندنا جوج ديال الكاويات، جوج ديال التلحيمات، وحده قدام وحده، غادي نستعملوا هذا العازل هذا اللي هو عباره عن كريم. المهم عباره عن كريم، ما غاديش دائما ما غاديش نوريو الماركه حيت الفيديو ديالنا ماشي من الفيديو اللي هو تسويقي للمنتوج، تفهمنا. وبما ان غادي نعطيو البديل كالعاده، غنعطيو البديل كالعاده، يعني لا يعقل انك تذكر الاسم ديال واحد البرودوي وغادي تعطي شنو اسمه، وغادي تعطي البديل، يعني يا اما تعطي البديل يا اما تعطي الاسم. يعني لا كنت باغي تبيع البرودوي غادي تقول البرودوي هو هذا، واذا ما كنتش تبيع البرودوي ما تقولش الاسم البرودوي، تذكر غير البديل وصافي. علاش غنذكروا البديل؟ حنا ماشي القضيه راه حنا ضد المصنع ولا كذا ولا كذا، لا، حنا كنقولوا البديل لان بزاف ديال الناس قلنا كاينا في بحال اللي قلنا في الفيديو اللي السابق، قلنا بزاف ديال الناس كاين الاماكن اللي ما فيهمش المحلات اللي كيتباع فيهم الدوزان او الماتريال او التولز ديال صناعه الحلي والمجوهرات. كاينه مناطق نائيه، كاينه الشيء هذا ما متوفرش عند كل شيء، واصلا الصناعيه القدامين كانوا دائما كتصيف فيه معلم ديال الماتريال، كتصيف فيه المعلم ديال كتصيبو فيزيائي كيميائي كما كنعرفو حنايا. يعني الصناعي كيكون لديه إلمام بزاف ديال الحوايج. المهم بلا ما نطول عليكم، ندخلو معاكم ان شاء الله في التفاصيل ديال هاد الكريم هذا. المهم كنعملو به يعني كان العزل او لا كنحافظو به على الصدور ديالنا، على واحد الحاجه لحمناها قبل، يعني جوج الحاجات كيكونوا جوج ديال لي سودور او لا جوج ديال التلحيمات، وحده قدام وحده. يعني التلحيمه الاولى كنغطيوها بواحد تقريبا من 6 حتى 7 ديال المليمتر، وكنسوديو الاخرى. ملي كنسوديو هذاك الشيء كيزول بالماء، ساهل كتعملو في الماء كيتزال. دابا القضيه البديل، غندخلو في البديل. دابا البديل شنو هو؟ هاد لاكريم ما هي الا عباره عن طين، تفهمنا، ما هو غير الطين، او بالدارجه ديالنا الغيص، هو الغيص غير هي هاد لاكريم. هذا شبروا ديك الغيص وصفاوه مزيان، يعني شني شبروا ديك الغيص او ديك الطين وصفاوه، زادوا له الماء وبقى كيزولوا منه ديك الطروفة ديال التراب والحجر اللي غليظ، وبقى عندهم هاد خلاو هاد شنو اسمه، غير نقولوا حنايا ما يسمى ب الطين او الصلصال. وصلت عن النبي، هو هذا هو هاد لاكريم، هادي تفهمنا، هي هادي معدله بهذا الشيء هذا. وشوفوا سبحان الله في الرحمن كيقول خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من مارج من النار.
يعني شوف دابا في المثال غير بارتيكولا، غير الذره ديال 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 الطين، وعندها دور كبير. يعني بعض المرات الصلادوره ما كتجريناش، ما كتبغيش تلحمنا، واخا يكون كنعملوا البوراكس وكذا وما كتبغيش تجري، كيبقى واحد النقيطه تماك. هذيك النقيطه اللي كتبقى لنا كحله، شنو هي؟ ما هي الا واحد البارتيكولا، واحد الذره ديال 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 الطين. الطين اللي هو يعني موجود في كل شيء، وهو الارض كنصدموا عليه حنايا. وشوف الحكمه ديال الله، حنا مخلوقين من الطين، وكتعطي العافيه، وديك الطين ما كيمشيش، وكيقول لك انا تماك، وكيعمل لك حاجز بينك وبين لا صدور اللي غادي تسودي، ما كيبغيش تيخليك حتى الصلادوره تدوز، رغم ان تما كاينه واحد المعطيات فيزيائيه كيميائيه وخصك تسودي، غير ديك بارتيكولا ديال هذاك ما كتسمح لك شي بان الصدور ديالك يجري. وبعض المرات تقدر تلحق لدرجه ديال الانصهار، الذهب ولا الفضه ديالك، وديك الشيء ما كيتسوداش. شوف سبحان الله، تفهمنا؟ شوف هذه والو، هي ذره ديال الصلصال، او ذره ديال 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 الطين، اللي هو لا شيء، تفهمنا؟ فلهذا سبحان الله العظيم، واخا تكون عندك درجه الحراره كيما بغات تكون، لا حطيتي الطين على الذهب ديالك كيبروتيجيه، يعني واقي كيحفظه ويقيه من الانصهار. وشوف هنا على معنى، وشوف على شوف القدرة الإلهية، وشوف شوف في العلم، وشوف الحكمة الله في الكون، تفهمنا؟ قلنا غادي نبروتيجيو السلادورة ديالنا بهاد الطين هذا، تفهمنا؟ غير هو ما نشبروش الطين، نصفيوه كما قلنا كما شرحنا، نصفيوه شويه بالماء، ونزولوا منه ديك الحجر اللي غلاضين وهذا، ونخليو ديك الشيء لدرجه ان ملي ندوزو في يديه يكون ملاس، يكون رطاب، بحال تقول غير شي كريم غادي نعمله في الوجه ديالي، ياك. وكنقدروا نبروتيجيو نوقو به، او نبروتيجيو به، او نحافظوا به حتى على الحجر ديالنا، تفهمنا؟ غير هنايا خصنا نخدموا العقل، ماشي تقول واه عزيز قال لك عمل الطين على الزمرد وعطيه العافيه. لا، دائما كنقول، وبحال اللي قلت في الفيديو الاخير، بان الصناعي اللي كيكون صناعي كيكون هو ديك النار اللي كيخدم بها، العافيه اللي كيسودي بها، هو كيتحكم فيها، تفهمنا؟ كما كنعرفوا جميعا باش نسوديو هذاك ديال النار ديالنا كيكون من 4 حتى ل 5 ديال السنتيمتر، يعني الطول ديال هذاك ديالنا ديال العافيه ديالنا كيكون من 4 حتى 5 سنتيمتر. يعني شنو كنقصد بهذا الشيء هذا؟ انا العافيه فيها ثلاثه ديال الاجزاء، واحد الجزء اللي هو نقولوا حنايا ازرق، وكاين واحد ديغرادي، واحد كيكون غادي من الزرق هو غادي حتى كيعمل بحال واحد اللسان، وملي كيتسالى ديك اللسان كتبدا واحد كيبدا واحد اللون اللي هو حمار، تفهمنا؟ ديك الطريف الاول كتكون بارتيكولا، كتكون الجزيئه ولا هذاك ديال الغاز باقا ما تم الاحتراق ديالها، كيتسمى الكومبوسيون، ما دارتش 100%، يعني ما كاينش واحد الاحتراق اللي هو 100%. وديك اللسان تما كيكون الاحتراق 100%، وديك الحموريه اللي كتكون عندنا، الحموريه هذيك صافي، كنقولوا حنا بحال اللي كتكون صافي، هذيك العافيه يعني داز الاحتراق ديالها، يعني الذره ديال الغاز تحرقات، وديك اللي كنشوفوه حمار هو ديك اللهبه ديال النار، اللي هي كتكون درجه الحراره ديالها اوموجينيك، يعني قلبوا على الترجمه نتوما اوموخيني حنا كنقولوا بالاسبانيه، وكتكون مهيله، يعني بحال هذيك غنسخنوا بها لكن شي سلك رقيق وهذا. رجعوا للبيت القصيد ديالنا، حنا اللي كيهمنا باش نسودي هو ديك اللسان، هو فين كيتسلل ديك اللسان الزرقيه، هذيك هي
هذيك هي القطعه اللي كاينه في النار اللي حنا محتاجين بها، اللي كنقولوا بان الجزيئه ديال الغاز كتكون تم احتراقها 100%، وهذيك اللي كتصلح لنا حنايا. تفهمنا؟ فلهذا علاش شرحنا هذا الشيء هذا، باش ماشي نعملوا نبقى نلبزوا تما في الطين ونبقى نعطي العافيه تما، نبقى نصحح على البياسه تما دوب يما دوب، وهذيك الساعه راه ماشي ديك الساعه كل شيء غادي يدوب. وعاد واحد الحاجه، الزمرد يتاثر بالحراره، كاين بزاف الحجر اللي كيتاثروا بالحراره، كاين بزاف الحجر وخصوصا اي حجره فيها اللون خضر، اي حجره فيها اللون خضر كتاثر سبحان الله العظيم بالحراره، تكون صناعيه، تكون مصطنعه، او لا تكون طبيعيه. تفهمنا؟ وعاد الزمرد يجب ان نحتاط كثيرا، لان كيكون دائما فيه التريتمون، كيديروا له واحد التريتمون ديال الزيت وكذا، ما خصو يدخل الالتراسون وما خصوش يدخل العافيه بزاف. لا تدخل العافيه خصك تكون معلم، باش ما نبقاش نخربقو، خصك تكون معلم وماشي المعلميه كاملين. تفهمنا؟ المهم تنشي حلقه ان شاء الله، وغادي نزيدو نهضروا على الزمرد، كيفاش نتعاملوا مع الزمرد وكذا ان شاء الله بحول الله. مخلينا في الموضوع ديالنا، قلنا كان يعني هو هذا الطين او الصلصال هو واقي حتى الاحجار، ولكن خصنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع هذه الاحجار هادو. تفهمنا؟ بالنسبه للشذور غادي نوريكم عاوتاني واحد الطريقه كانوا كيعملوها المعلميه اللي هما قدامين، اللي تقريبا راه ما بقاوش مساكن كاملين، ماتوا. غادي نوريكم واحد، ابقوا معنا. ها انا سيدي، دائما غنوريكم شي، هذه باستا ديال بولير كنقولوا له حنا الروجه حيت اللون ديال احمر، دريت على الدار البيضاء الروجه خويا الروجه. المهم الروجه ديال 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 البوليساج، باستا ديال بولير. تفهمنا؟ هذه كيفاش كنعملوا لها؟ كنشبروا شي اله حاده، موس ولا هذا، وكنبقى نجردوها، يعني كنعملوا بحال الغبيره، كنخلطوها مع الزيت، ما حتىش تكون زيت العود، الزيت ديال اي زيت الماكينه، اي زيت ديال هذاك، ما تكونش عاوتاني الزيت محروق انت كتسودي وتخاخن والروينه، فهمتيني، وتكحل المحل وهذا، لا الزيت نقيه، كاين هذيك الزيت الماكينه. تفهمنا؟ ما كتعملش بزايه، 10 دراهم تشريها تحطها في المحل ديالك، جرد واحد شويه، جرد، خلطو مزيان هيدا. وغادي تعملو فين؟ غادي تعملو فين غادي تبغي، ماشي فين غتبغي تسودي، غادي تعملو في التلحيمه اللي ما باغاهاش تزول لك، في المثال عندك الخرصه وعندك السلك الحلاقه، في المثال غتعملوا الخرصه، الا كنت غتكوي السلك ديال الحلاقه، الخرصه عندك مكويه غتعمل في السلك ديال الحلاقه. تفهمنا؟ بيرنو، حنا كنقولوا بيرنو، السلك ديال الحلاقه اللي كيدخل في الودنين بيرنو، اولا السلك ديال الحلاقه. تفهمنا؟ ما كرهناش الاخوان يزودونا بالدارجه، في المثال الخرصه هي الخرصه، والسلك اللي كيدخل في هذاك، الا كاين شي مصطلحات بحال هيدا يعطيوهم لنا الاخوان، باش ملي نكون كنهضر ولا كنطلع شي فيديو، باش نتكلتر، تولي عندي الكولتورة تا انا ديال نتكلتر في شنو نسمع في الاسماء والمفترضات، ياك بالهذاك ديالنا، بالدارجه ديالنا، ولا باللغه العربيه، لما لا. المهم خصنا نضيفوا شي حاجه، ما تبقى لنا شي هربانا. على ما اظن هو هذا، ما نسيت والو ياك اختي، معايا الاخت ديالي نعيمه، جات غير بزياره اليوم عندنا. المهم هادشي اللي غنقول لكم، باش نحافظوا على السلفادوره، هذه الامور اللي كاينه، صافي ما بقى لنا والو. يلا سيدي، شي حاجه باقا لي تما، ولكن ما عرفتش شي حاجه كدور. المهم لقات شي حاجه غادي نعاودوها في لي كومونتير. يلا الاخوان، تبارك الله عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، يا ربي نطلب من ربي باش يرفع علينا هذا البلاء هذا،
ونطلب من ربي باش تحرك الحركه شويه. عليكم وعليا ان شاء الله بحول الله. وهذا الشيء اللي نقول لكم، واحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.